ازدواجية السكة وعصرنتها على مسافة 37 كيلومتر من سيدي يحيى إلى حدود تبسة إلى دخول تبسة. هذه راهي ماشية بوتيرة مقبولة إن شاء الله، رغم أن الوتيرة الإجمالية للمشروع لا تتجاوز 60%، وحنا ما راناش راضيين على هذه الوتيرة هذه، وسنعمل جاهدين إن شاء الله على هذا ربما الصعوبات التقنية تقلص.